السيد الرئيس، الحضور الكرام، العدل أساس الملك، وفي إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، قامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بوضع علامات مائية يستحيل تزييفها على كافة المحررات الصادرة والجهات التابعة لوزارة العدل كالمحاكم ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء. كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكرام، عندما صدر التوجيه الرئاسي بتطوير المنظومة القضائية قامت وزارة العدل بتنفيذ هذا التوجيه من خلال عدة محاور. الأول، التطوير التكنولوجي للآليات القضائية، والثاني، تهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضي، والثالث، تأمين ورقمنة الوثائق. وهذا ما نحن بصدده اليوم، وتم العمل فيه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من خلال عدة مشروعات تم تنفيذ بعضها بالفعل والبعض الآخر جاري تنفيذه. ويحقق استخدام الوثائق المؤمنة والذكية عدة أهداف، منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، وهو ما يضفي عليها ثقة كبيرة لدى المواطنين والجهات على السواء، وإنشاء قاعدة بيانات توفر الإحصاءات التي تخدم المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً حفظ المعلومات دون سقف زمني والاستغناء عن أماكن الحفظ الورقي. وكان المشروع الأول في التعاون مع المجمع هو مشروع تأمين ورقمنة الوثائق لمحررات المحاكم ومحررات الشهر العقاري. ويأتي هذا المشروع في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية الذي ترعاه سيادتك، وأيضاً جاء هذا التأمين لمحررات المحاكم والشهر العقاري تنفيذاً للتوجيه الرئاسي بشأن المنظومة القضائية. وعلى هذا الأساس تم إعداد مشروع بروتوكول تعاون مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية يستهدف تأمين الوثائق الصادرة من وزارة العدل والجهات التابعة لها وتحويلها فيما بعد إلى محررات ذكية. المرحلة المنفذة خلال فترة التشغيل التجريبي للمجمع هي مرحلة إصدار المحررات المؤمنة، حيث توجد 10 علامات تأمينية في كل محرر، بعضها مرئي والآخر غير مرئي، وهو ما يجعل من تقليد أو تصوير صورة طبق الأصل من المحرر المؤمن عملية شبه مستحيلة، خاصة وأن العلامات الغير المرئية تحتاج أجهزة وأدوات معينة لرؤيتها. المعروض أمام سيادتك دلوقتي ده نموذج للمحرر العادي غير المؤمن، وعلى الشمال نموذج للمحرر المؤمن من محررات الشهر العقاري، والفرق واضح بين المحررين. وأيضا معروض نموذج للعقد العادي والعقد المؤمن، وهما أيضا من محررات الشهر العقاري. وهذه صور لنماذج المحررات المؤمنة للمحاكم قبل وبعد الاستعمال. وبدأ العمل بالمحررات المؤمنة كمرحلة أولى بنطاق المحاكم الابتدائية ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق في 3 محافظات، القاهرة والجيزة والإسكندرية. والمرحلة الثانية التي ستنتهي في آخر هذا الشهر سيعمل بها في 7 محافظات أخرى، هي القليوبية والمنوفية وطنطا وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم وبني سويف. ثم تبدأ المرحلة الثالثة التي تنتهي في 30/6/2021 بنطاق 7 محافظات، هي البحيرة، مرسى مطروح، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء،
المنيا، أسيوط، وأخيرا المرحلة الرابعة من 1/7 حتى نهاية العام في 10 محافظات المتبقية. وبذلك هتكون كل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتستخدم المحررات المؤمنة. المرحلة المستهدفة هي مرحلة إصدار المحررات الذكية، وذلك حيتم بتفعيل الذاكرة الإلكترونية للمحرر المؤمن وإمداده بكافة البيانات ذات الصلة بإصدار المحرر، وذلك من خلال ربط قاعدة البيانات الخاصة بجهة الإصدار بقاعدة بيانات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية مع قواعد بيانات وزارات الحكومة والجهات الرسمية بالدولة، مما يمكن من إجراء التكامل بينها وتتبع تداول المحرر أينما كان. هذا البيان بالمحررات الموردة والمستخدمة في المحاكم والشهر العقاري في فترة التشغيل التجريبي، فتم توريد أكثر من 2,790,000 وثيقة، وأيضاً تم استخدام أكثر من 1,580,000 وثيقة في هذه الفترة الوجيزة. إجمالي المستهدف توريده سنوياً أكثر من 27 مليون وثيقة، هذا حد أدنى لأن كل سنة بيبقى فيه معاملات زيادة، بواقع 16 مليون شهادة و11 مليون توكيل و100 ألف عقد. المشروع الثاني من المشروعات المنفذة، وهو بصراحة أخذ وقت وجهد كبير مع السيد المهندس سامح العكاري، لأنه هنا احنا طورنا التعامل مع المجمع، مش بس إصدار وثائق، لا ده وضع أنظمة لتيسير وتسهيل الخدمة للمواطنين، ولذلك ده المشروع بنعتبره أيقونة المشروعات، وهو مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد. بنقول كده ليه؟ هذا المشروع بمجرد ان احنا وضعنا المكنة في المحكمة كان له أثر إيجابي فوري على المواطن، لما لمسه من سرعة التعامل وتخفيض المدة الزمنية اللي بيحصل فيها على الشهادة. خلال العام الجاري سيكون من المتاح الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال هذه الوحدات التكنولوجية التي يتم نشرها في المحاكم، الوزارات، النقابات المهنية، الأندية الرياضية، أي أماكن للتجمعات ممكن نضع فيها مثل هذه الوحدة التكنولوجية. وبذلك هيتمكن المواطن من الحصول على الشهادة من أقرب مكان له دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر المحكمة، وبيختصر زمن الحصول على الشهادة من 45 دقيقة إذا راح المحكمة إلى 5 دقائق وهو واقف أمام الوحدة. ومستقبلاً سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم هذه الخدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير نظام البحث في قواعد بيانات الخاصة بالمحاكم دون الحاجة للاستعانة بالعنصر البشري. وتستهدف وزارة العدل الانتهاء من نشر الوحدات المذكورة على عدة مراحل بنهاية عام 2021. المرحلة الأولى تستهدف إصدار شهادات من جدول الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية من هذه الوحدات في محاكم مصر الجديدة وشمال القاهرة وجنوب القاهرة، وتم تفعيل الخدمة بالفعل في مجمع محاكم مصر الجديدة وجاري تركيب المكانتين الأخرتين في المحكمتين. ويرجع اختيار هذا النوع من الشهادات لأنه لازم في إجراءات منح القروض لعملاء البنوك، ومن ثم فإن نشر هذه الوحدات في مقرات البنوك سوف يعمل على التيسير على المواطنين كثيرا، ولا يضطرون إلى التوجه إلى المحاكم للحصول على هذه الشهادات. المرحلة الثانية هتبدأ من 15 إبريل 2021 وتنتهي في 30/6/2021، وتستهدف كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الاقتصادية. المرحلة الثالثة من 1/7/2021 وتنتهي آخر العام، وتستهدف الشهادات الصادرة من جميع المحاكم الابتدائية في مصر. وبنعرض دلوقتي على سيادتك فيديو توثيقي واقعي لعمل الوحدة التكنولوجية بمجمع محاكم مصر الجديدة، وهنشوف آراء السادة المحامين عليها. Thank you.
اتشرف بيهم انني حصلت على شهاده من واقع المحكمه، وهذه الشهاده بناء على الخدمه التي قامت بها وزاره العدل. وهذه الامور اعتقد انها بتوفر جهد كبير جدا، بتوفر شيء عظيم جدا من الخدمات التي نحتاجها جميعا. اولا احنا بنشكر كل القائمين على تنفيذ هذا المشروع القيم. اولا هيأثر على الساده المحامين والساده المواطنين على كثير من استقرار الشهادات. المنظومه تجربه ناجحه باذن الله تعالى، نامل ان هي تستكمل بقيه الخدمات اللي فيها. من كده ده زمن الخدمه جت دلوقتي 179 سنه بالظبط، يعني قول بالثلاث دقائق تقريبا. المشروع الثالث اللي نفذناه بالفعل مع المجمع هو مشروع إصدار البطاقات المؤمنة والزكية للمأذونين والموثقين. يعمل المشروع على إنشاء قاعدة بيانات للمأذونين والموثقين لحوكمة إجراءات توثيق عقود الزواج وربطها بالاختصاص المكاني لكل مأذون وموثق، مما يسهل الكشف عن المأذون أو الموثق الذي يجري معاملة غير قانونية ويوفر قاعدة بيانات له. عدد المأذونين المقيدين لدى وزارة العدل 4638 مأذون، منهم 68 سيدة، وعدد الموثقين 928 موثق كنسي. صدرت 100 بطاقة تحت التجربة، وسيستكمل إصدار كامل البطاقات للمأذونين والموثقين خلال الأشهر القليلة القادمة. والعلامات التأمينية الموجودة على بطاقة المأذونين والموثقين هي من العلامات السابقة الإشارة إليها في المحررات المؤمنة. يتوقع المشروعات الجاري تنفيذها هي مشروع إنشاء قاعدة بيانات لحالات الزواج والطلاق وإصدار الوثائق المؤمنة والزكية الخاصة بها، مشروع إصدار بطاقات مستشاري وموظفي وزارة العدل المنقولين إلى العاصمة الإدارية لحوكمة حركة الدخول والخروج في الوزارة، مشروع إصدار بطاقات علاج للعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة لتنظيم التعامل مع الجهات العلاجية وصرف مستحقاتها. وتدرس وزارة العدل مشروع تسجيل جلسات المحاكم إلكترونياً وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء وربطه بقواعد البيانات القضائية. وهذا المشروع سيجعل مصر من الدول الرائدة في هذا الشأن، وكلنا أمل أن يتحقق في عهد سيادتك بإذن الله تعالى. وهذه المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمأمول في تحقيقها تتم مع مجمع عملاق غير مسبوق قائم عليه مصريون على قدر كبير من العلم والوعي والتعاون، وهو يشكل عهدا جديدا في رؤية المستقبل والسعي إلى بناء الدولة الحديثة بمعنى الكلمة. شكرا فخامة الرئيس على صناعة حاضر مشرف يتذكره الأحفاد، مثلما نتذكر بكل فخر ماضي الأجداد. وكل عام وسيادتكم بخير.